نروح بقى للخبر اللي معانا بعد كده. منتخب الشباب رايح على فين؟ منتخب الشباب الحقيقة في حاجة حاصلة غريبة، لكن أنا لا أحمل المسؤولية كاملة للجهاز الفني واللاعبين فقط. في مشكلة إدارية وفنية في حق غيل من لاعبين مصر الشباب بتحصل في الوقت الحالي. بطولة أمم أفريقيا تحت 20 سنة على أرض مصر ومؤهلة لكأس العالم، وبتتعادل أول ماتش مع موزمبيق أضعف فريق في المجموعة طبعا، بتخسر من نيجيريا، ومنتظر رصاصة الرحمة من السنغال يوم السبت. اللي بيحصل ده مش الحل بتاعه انك تخلي الكابتن محمود جابر كبش فدل، ده لا، ولسه في فرصة ان شاء الله لو واحد في المليون انك تصعد. لكن في نفس الوقت هو الكابتن محمود جابر موجود بقاله قد ايه؟ موجود بقاله اكتر من سنتين، وانت كاتحاد كرة موجود بقالك سنة ونص تقريبا. يعني لو هو مش مناسب او انت شايف ان هو مش قرارك اللي انت خدته ومش مناسب، طب انت ما مشيتوش ليه من بدري؟ دلوقتي بقى كابتن محمود جابر هو سبب كل الاخطاء، اكيد ده كلام مش منطقي. ليه ما حدش فكر في الجيل ده من اللاعبين؟ مجموعه لاعبين شباب لسه سنهم صغير ولسه محتاجين يكتسبوا خبرات، ليه يشوفوا الاخطاء الاداريه دي كلها؟ ليه التسرع في التصريحات وتحميل الكابتن محمود جابر لوحده مسؤوليه النتائج؟ طب فين اتحاد الكوره؟ فين المسؤولين الحقيقيين عن اعداد المنتخب ده واختيار جهازه الفني؟ فين مدير الاتحاد؟ المدير الفني لاتحاد الكوره فين؟ وليه دكتور جمال محمد علي هو اللي طالع يقول انه حاطط معايير وما جاش على اساسها كابتن محمود جابر؟ طب اصلا الدكتور جمال محمد علي مش هو المدير الفني لاتحاد الكره، ومفيش مدير فني لاتحاد الكره لحد دلوقتي. احنا ماشيين بالعكس في اداره الكره المصريه، واللي بيحصل ده جريمه في حق الجيل ده من اللاعبين، وتستوجد محاسبه المسؤولين عنها. كل الدعم لمنتخب الشباب امام السنغال، نتمنى ان المعجزه دي تحصل، وبعد المباراه هيكون لينا كلام مختلف وبتفاصيل اكتر عن اللي بيحصل ده. انا شايف ان الجيل ده فيه لعيبه موهوبين كتير. انت شايف معاك مهاجم، او المهاجم اللي معاك هداف للتشامبيونز ليج، معاك ناس على، انا شايف ان المواهب دي يطلع منها ناس كتير، حرام تظلمهم بان هم ما يروحوش كاس عالم. كاس العالم للشباب ده بيطلع اجيال اساسيين وناس احترفت، حسام غالي، وائل رياض، محمد شوقي، اليماني، عمرو زكي، عماد متعب، احمد فتحي، شريف اكرامي، حسني عبد ربه، اجيال كتير طلعت من منتخب الشباب ده. محمد صلاح والنني نفسهم ابناء منتخب الشباب، وكان الجيل بتاعهم في نيمار في منتخب البرازيل، واحتكوا بيه، لعبوا منتخب البرازيل وكان الجيل ده فيه نيمار. انت بتتكلم على انت بتضيع فرص على الشباب دي، وخلي بالك لسه منتخب 2003 كابتن محمد وهبه نفس الكلام برضو. المشكله مش فنيه بس، انا اعترض تماما ان انت تشيل المدير الفني المشكلة كلها، لا ده مش صح وده مش المظبوط وده مش اللي المفروض يحصل. مش كل لما تحصل حاجة تشيلها المدير الفني، أنا آسف اللي أنا بقوله ده يعني، بس هي الطريقة مش كده. أنت مش شايف إن المدرب ده بقاله فترة قاعد وموجود؟ طب لما أنت معترض عليه ما مشيتوش ليه من بدري يعني؟ دي وجهة نظر يعني.